نسبة 78 تكون 15% من أي عدد؟ لدينا هنا عدد مجهول، وإذا أخذنا 15% من العدد سنحصل على 78. لنرمز للعدد المجهول بالرمز سين، ونحن نعلم أنه إذا أخذنا 15% من سين سنحصل على 78، أي سين ضرب 15% يساوي 78، والآن علينا إيجاد قيمة سين. 15% تعني أنك تتعامل مع نسبة، وستكون المسألة أسهل إذا كانت بصورة عدد عشري. وكما تعلم فإن 15% تعادل 0.15. وهذا التفسير الحرفي لكلمة نسبة مئوية، 100 تعني 100، إذن فالمعطى الذي لدينا يساوي 15%، أي 0.15. إذن يمكن كتابة المسألة على النحو 0.15% ضرب سين يساوي 78. يمكننا الآن تقسيم طرفي المعادلة على 0.15% من أجل إيجاد قيمة سين. إذا نبدأ بالجانب الأيسر ونقسمه على 15%، وقد قمت باختيار 15% لأن هذا العدد هو ما أملكه مقابل سين. علي الآن أن أضرب سين ب 15% وأقسم على 15% وأحصل على قيمة سين، وإذا قمت بها في الجانب الأيسر فلا بد أن أجريها على الجانب الأيمن. إذا تقسيم 15%، هذا يلغي هذا، وأصبحت سين تساوي 78 مقسومة على 15%. إذا علينا الآن إيجاد قيمة سين. إذا كان لدينا آلة حاسبة كان ذلك سهلا، ولكن يجب أن نقوم بذلك بأنفسنا. لدينا 78 مقسومة على عدد عشري وأكبر من 78، فدعونا الآن نجد قيمة العدد، نضع أصفار هنا، لن يكون الناتج عدد صحيح وسيكون مقسوما على 15.15. ولتبسيط هذا دعونا نضرب كل من البسط والمقام بمئة، وبهذا 15% تصبح 15. 15% ضرب 100 يساوي 15. إن قمنا بتحريك الفاصلة العشرية إلى اليمين منزلتين، سأكتب هذا بلون مختلف، هنا سيكون مكان الفاصلة العشرية. دعوني أمحو هذه كي لا تزعجكم. كما قمنا بإجراء العملية على 15%، يجب أن نقوم أيضا على 78. إذا ننقل الفاصلة منزلتين إلى اليمين، سيصبح العدد 7800، أي أن 78 تقسيم 15% تعادل 7800 على 15. الآن نضرب البسط والمقام بمئة، دعونا نفعل ذلك الآن. لا تقبل القسمة هنا 7 على 15 فيكون الناتج صفر. يمكننا القول أن هذا لن يعطينا ناتج. الآن كم ناتج 78 تقسيم 15؟ لنفكر في ذلك، 60 على 15 يساوي 4، إذا 5 ضرب 15 يساوي 75، سيكون الناتج 5. إذا 5 ضرب 3 يساوي 15، 5 ضرب 5 يساوي 25، نضع 2 باليد، 5 ضرب 1 5 زائد 2 يساوي 7. الآن نطرح 78 ناقص 75 يساوي 3، ننزل الصفر، 30 تقسيم 15 يساوي 2، 2 ضرب 15 يساوي 30، نطرح، لا يوجد باقي لدينا، ننزل الصفر التالي،
لا زال على يسار الفاصلة العشرية، وعلي نضع هنا فاصلة عشرية هنا. إذا يتبقى لنا منزلة واحدة، سننزل الصفر الآن. 0 × 15 يساوي 0، و0 × 15 يساوي 0. نطرح لا يوجد باقي. إذا 78 × 15 يساوي 520، إذا قيمة س هي 520، بالتالي فإن 78 تعادل 15% من 520. وإذا أردنا استخدام مصطلح ربما يستعمل كثيرا في دروس الرياضيات، هو أن 15% هي النسبة، أنها النسبة المئوية، والعدد الذي قمنا بإيجاد قيمته هو 520، هو الذي أخذت النسبة منه، أي أنه الأساس، وإذا أنه الأساس، وإذا قمنا بأخذ نسبة من الأساس فهذا ما يسمى الكمية المعادلة، وفي هذه الحالة كانت 78 هي الكمية المعادلة. ويمكنك اعتبارها على أنها نسبة من الأساس. من الجيد أن تعرف كل هذه المصطلحات، لكن الشيء المهم أن تكون تعرف كيف تجيب على هذا الأسئلة. ومن المنطقي أن 15% نسبة صغيرة جدا، إذا كان 78 نسبة صغيرة من عدد معين فهذا يعني أن العدد سيكون كبير جدا، والناتج الذي حصلنا عليه يثبت هذا، إنه ناتج صحيح، حيث أن 78 بالضبط تعادل 15% من 520.